مرت سنة كاملة منذ بدأت حكاية رحلة البحث عن المياه في مديرية القبيضة بمحافظة لحج، وهو ما يضاعف معاناة المواطنين إذ صار تفكيرهم ينصب في البحث عن الماء، خصوصا في ظل ندرة سقوط الأمطار التي يعتمدون عليها بشكل أساسي. شحة المياه جعلت الكثير من أبناء القبيطة يلجؤون إلى بيع بعض ممتلكاتهم من المواشي لعدم استطاعتهم توفير الرعاية الكاملة لها، خصوصا في جانب توفير المياه، وهو أيضا ما تسبب في نزوح عائلات من قراها إلى المدن كعدن ولحج. نتمنى كثير من المنظمات والمؤسسات مزيدا من الدعم، رغم أنه يعطونا دبابة 25 ريال وفي بعض المواطنين ما يقدروا يدفعوا 25 ريال. بعض المنظمات المحلية تحاول التخفيف من معاناة المواطنين، كهذا المركز الذي يساهم في مد المنطقة بالماء إلى القرى الأكثر احتياجا، غير أن حاجة المواطنين تتضاعف. نحن داخلين في كارثة حقيقية ليس لها بداية ولا نهاية، نرجو من الجهات الداعمة والخيرة في تقديم يد العون لمشروع السقية الخيرية للدعم والاستمرارية. هذا الوضع المزري لمديرية القبيطة ينذر بكارثة إنسانية، حيث تزداد معاناة الناس هنا مرتين في ظل الحرب الدائرة في بعض المناطق القريبة، وأخرى من نذير شحة المياه التي تتفاقم يوما بعد يوم.